للمرة الخامسة يخسر المغرب شرف تنظيم أكبر الأعراس الكروية العالمية مونديال 2026، خيبة أمل كروية جديدة خابت معها آمال المغاربة في تحقيق حلم قارة بأكملها للمرة الثانية وتحقيق إقلاعة تنموية تعود بالنفع على الجميع. هادشي كنتوقع كما شفنا بأن كان رئيس الأمريكان ترامب هاد الدول اللي ما صوتتش على الملف المغربي بأنه غادي يعاقبها لان تعطيها مساعدات، وتشوفوا الدول كانوا عطاو كلمه للمغرب بانه غادي يصوتوا عليهم تراجعوا الصوت ديالهم. ونزيد عليك ثاني بان السعوديه هي الدوله العربيه كاع هي صوتت على الملف ديال امريكا ودارت حمله لصالح الملف الامريكي. اذا هذه نتيجه عاديه انا كنت متوقعها. الملف الامريكي ملف قوي على حسب الملف المغربي، مقابل المغرب خدا 65 تصويت، وهذه ماشي اول مره المغرب كيخفخ في كاس العالم خمسه د المرات. ونتمنوا المغرب ان شاء الله من هنا لقدام يزيد شويه باش ينضموا تيرانات شحال من حاجه باش تولي مزيانه. 65 اتحادا كرويا عضوا في الفيفا صوت الملف الترشح المغربي مقابل 135 اختاروا ملف امريكا كندا والمكسيك في صيغته المشتركه، فارق في الاصوات كان نتيجه مفاجات اخر لحظات التصويت. في اخر لحظه نعلم بانه تكون هناك يعني حرب الكواليس يعني واللقاءات السريه، وايضا يعني كتكون مصالح، يمكن ان نقول بان مصالح ليس فقط فيما هو رياضي ولكن الجانب السياسي والجانب الاقتصادي كان حاضر بقوه، خاصه حتى الملف الثلاثي كان ملف يمكن ان نعتبره كان ملف متكامل عكس الملف المغربي كان ملف واحد، رغم انه كان المغرب يعني كانت هناك ضمانات من العديد من الاتحادات من خلال الزيارات التي قام بها رئيس الاتحاد المغربي، ولكن في الاخير يمكن ان نقول بان المغرب ربح الرهان كثيرا وصل الى المرحله النهائيه مرحله التصويت. أنظار المغاربة ما تزال متجهة نحو روسيا، لكن هذه المرة مساندة وداعمة للمنتخب المغربي في مبارياته بكأس 2018 وأولاها أمام منتخب إيران في 15 من الشهر. فهل سينجح أسود الأطلس في محو أثر خيبة أمل 2026؟ فدوى المرابط، قناة الغد، الرباط.